وقفي لا تهربي. روعة اختي ديالا، روعة روعة، مشان الله خبيني خبيني قبل ما يلاقوني. تمام اختي، يلا فوتي لجوا. اختي شفتي شي وحده عم تركض من هون؟ وحده كبيره او صبيه؟ ايه اختي وحده صبيه. ايه راحت من هاي الجهه. امشي يلا تحرك بسرعه. الو كابتن زعيم، عياش معي، شو اعمل هلا؟ خبرني. يمين دور، يسار دور، سلاح التقط. شو راح تعمل يعني؟ بسيطة، اسمعني منيح، انت خده العياش لمكان امن واصحك يصير له اي شيء، وانا يا اما رح اصير بطل يا اما خاين. اذا صرت بطل رح اجيبه لعندي على المعسكر، واذا صرت خاين رح نلتقي عند مخرج المنطقة. وراء دور. رح اخذ اخي وروح، وانت رح تاخذ اخوك وتروح. دور. تمام، انا بعرف لوين لازم اخذه كابتن زعيم، بعدين بخبرك. تمام يلا يلا، اذا صار له اي شيء اعتبر اخوك ميت. لف على اليمين وراك. اذا لعبت بالاتفاقيه انت رح تتحمل النتيجه. مفهومك؟ بدي اقوى اكثر من هيك، مفهوم؟ كدو ورا دور، يمين دور. وصال انتي روحي. اسرع اسرع، هلا وقت المناوبه تبعك. يلا هلا انتبهوا منيح وخليكي على راس سهر. لا توقفوا عن الحركه، خلي ايدك اسرع من هيك. امرك اسرع. يلا مفهوم؟ يلا تابعوا لشوف. اسرع قريبا كلكم رح تقولوا عني اله. هوندير رح يموت. لك شو عم تعمل انت؟ يعيش هوندير. شو هالحركه هاي؟ يعيش هوندير الجديد. انا هيك دربته. يعيش هوندير. اسرع من هيك لك اسرع. لا تنسوا رجليكم. واقف ولك واقف. يلا قابلي مو هيك لك؟ يلا. ايه والله لا بقتلك كتير. ايه بدي اكل. ها لشو عم تخطط زعيم؟ تحمل عندك. مين انت ولك؟ هذا مو شغلك عدنان. انا بالنسبة لك واحد ما عنده اي اهمية، انت كمان ما ضل لك اي اهمية، لهيك قطعوا لك كرتك. وطبعاً راح ينبسطوا كتير لما راح يعرفوا اني سبت عصفورين بحجر واحد. اصحك اصحك تعمل هيك اصحك. ليه؟ إلي سنين منتظر هاي اللحظة، ضل عيلي وما قتل منا حدا، فكر حالك بريء؟ بس بدي منك تتذكر الرصاصات اللي قوصتن على التنظيم. يلا طارق يلا. عدنان اتصاب، لازم نساعده بسرعة. يلا خلينا ناخده على المستشفى. انت مجنون شي؟ مو شايف انه بعده رجال يقتلوني بالمستشفى؟ بيقتلوني بكل سهولة. عم يحكي مزبوط، لازم ناخده لمكان آمن ما حدا يعرفه. خلينا ناخده لبيتي، وما بظن انه رح يخطر ببال حدا. معلم يا معلم. يلا خلينا نستعجل. يلا امشي معلم. طارق طارق انت منيح؟ زيدان كيفك؟ معلم انت منيح؟ انا منيح منيح. امسكوه، لازم نشوف وضعه فورا. عنا بالبلد بيضربوهم للحيوانات على راسهم حتى ما يتوجعوا. عدنان الحيوان هي كمان ما بيستاهلها. بس تمام تمام خلص كرمه، مو وقت الحساب هلا، لازم ناخده لبيت المساعد فاروق، رح يغير افادته على ديالا. ما عاد يتحمل، دخيلكم عاجلوا، انا رح موت. عم لزف عنا دم كثير، بس اللي عندك انت مو دم زفت. يلا 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 عاجلوا شوي. يلا لوين انت اخذني؟ خطيبتي بيتها هون، امي كمان هون، رايحين لعندن. بترجاك تسامحني، ما عندي نيه سيء بنوب. بعرف اخي بعرف، بس مو طالع بايدنا شيء. اختي كنا خبرنا لاخي طارق كمان. اوعك اوعك روعه، هن انه معهم طارق بدهم يعني يكون قاتله، وانا ما رح اعمل هيك شيء بنوب. انت شو عم تقولي اختي ديالا؟ طلبوا مني اني سقط ابني روعه، طلبوا مني اني اقتل الولد اللي حاملته ببطني، وابني ابني ابراهيم موجود عند المساعد فاروق، وانا ما بعرف وين بيته. ساعديني الله يوفقك.
بدي اخذ ابني من هنيك وروح من هون. ما تاكي هم، انت هديه وارتاحي، انا هلا بسال الجيران وبعرف لك مكان البيت، لا تخافي. تمام، شكرا روعه، شكرا. خدي يا روحي خدي، عندي شوربه سخنه كمان هلا بجيب لك اياها. لا خالتي لا، مو جاي على بالي بنوبه، كل اللي بدي اياه اني اخذ ابني من هون وروح. ما بيصير يا بنتي، قبل ما تاكلي وتشبعي ما بتروحي لاي مكان. عدي شوي. اهلا وسهلا اختي. فوتي بنتي، خير ان شاء الله. شوفي بنتي شو صاير، احكي لشوف. الحقيني خالتي، بدهم ياخذوا ابني مني، انا حامل. الدكتور قال اذا ولدتي رح تموتي، بس هنن كيف بيطلبوا مني اني اعمل هيك شيء؟ حتى جوزي طلب مني انه اقتل ابني، انا ما فيني ضحي فيه يا خالتي. حاسه فيكي يا بنتي، ما رح تقدري ابدا. ولك بعد عن طريق احسن لك ولك عزو ولا رح تقدري خلص كونا بقى بعيد يا ابن حانيش حق ما اغلظها. هدول الناس شو عم يعملوا هون؟ بابا يا الله اجا بابا. ليك شايف هاد بيكون بابا. ليش هيك ايديه مكلبشه؟ اللي ابوك صاير معه شيء؟ دخلي الاولاد لجوا رنين. هذا ابي انا وبدي يكون معه، شو دخلني؟ ما بدي يكون. يلا حبيبي يلا يلا حبيبي. نحن عندنا شويه شغل، انت خليك عندك تمام ابني؟ يلا حبيبي يلا فوت لجوا يلا فوتوا لجوا يلا حبابي. اترك لي يا فاروق هيك عنك عنك يلا عنك. يلا انا رح روح اجيب عده الاسعاف ورح اجيب شيء لفك لك هالكلبشات. ايه واخيرا صرت بيدينا يا عدنان، بس هلا مو وقتها. انا رح اموت دكتور ان شاء الله. رح نشوف قبل ما طالع الرصاصه، ما فيني اقول شيء يا عدنان، الله اعلم. طارق والله لو هذا الرجال ما كان لازمنا كنت قطعت له ادنيه وطعميتها للكلاب. لا تقول هيك يا زيدان، هذا مو اسلوبنا وانت بتعرف، وحتى لو كان عدنان نحن لازم ندعي له بالشفاء. طارق والله معك حق يا طارق، يا الله يا الله سامحني. تفضل فاروق بيك. تمام تمام شكرا لك طارق، الاخبار مو منيحه ابدا. وشو في اسوأ من هيك؟ ديالا هربت من المشفى. شو؟ كيف هربت؟ مو على اساس بدهم يدخلوها على العمليه؟ خدرت الممرضه وهربت، ما لاقوها لهلا. اخ يا ديالا اخ، لك كيف بتعملي هيك؟ هذا الموضوع خطر كثير، ممكن يكلفها حياتها. خلص طارق لا تاكل هم ابدا، وين ما كانت تكون رح نلاقيها. بدها تلف وترجع للمكان تبعي ورح تحاول تصل لنا. ايه ونحن بنروح بنشوف. تمام زيدان روحوا بسرعه وانتبهوا على حالكم منيح. لكن لك فكره. اعطيني هدول. تفضل. شكرا. تمام علي، لا تاكل هم ابدا. تمام. ليك هالشغله بالحقيقه انت ما عملتها بحياتك، واذا عملتها لمره رح تعرف تتعامل مع هدول الحيوانات، وببساطة الشغلة مو بهالصعوبة يعني. معلم انتبه، ما يروح هذا يضر فيه، عدنان وسخ وسخ، انتبه له، انتبه له منيح، لأنه هذا يعني فوق التصور. يلا عزو حاجي معي يلا. يلا طارق نحن رايحين. يلا مغلظان. تمام يلا 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 عزو مجنون يلا. يلا يلا. معلم انتبه، برأيي كمان هذا وسخ. ليش عملتي هيك يا ديالا ليش؟ شوفوا مين عم يحكي. الطنجرة لفت لفت ولقت خطاها. روعة شو صار معك؟ عرفتي البيت؟ عرفته أختي ديالا، يلا خلينا نروح لهنيك. يلا ديالا بنتي فكري منيح قبل ما تروحي، إذا رجعتي على المستشفى مو أحسن؟ حسي الله يوفقك، لا تقولي هذا الحكي. أنت في عندك كل هالولاد، فيك تضحي بواحد منهم إنه يموت؟ هذا الولد أمانتي وهدية من ربي، كيف بدكن يعني فرط فيه؟ مزبوط حكيك يا بنتي، روحي يلا وإن شاء الله بخير وسلامة بتجيبي لنا هالولد. أمانة سامحوني وشكراً كتير لأنكم فتحتوا لي بيتكم. شو هالشغلة يا بنتي؟ بأي وقت بتحبي هذا البيت بيتك، الله يكون بعونك. بنتي انتظريني دقيقة. خالتي بنتي شكراً كتير.
خدي هذا بنتي، بركي لا سمح الله صار معك شيء مو منيح على الطريق. شكرا خالتي، بس ما كان في داعي لإله. لا تقولي هيك، خدي بنتي، ما بتعرفي شو بيصير. خدي. الله يخلي لي اياكم يا خالتي. يلا روح. يلا اختي. الله يكون معكم. ان شاء الله الله ييسرها. اختي ديالا. ابني ساعدوني ساعدوني ابني ابني شو صاير؟ نزار ابني اخوك وينه؟ مظفر وينه؟ ما تاكلي هم امي، ضل شوي لا تخافي، رح تشوفي له مظفر، ما ضل كتير امي. شفتوا له اخي شي؟ هو منيح؟ لا مظفر ما شفته. مرحبا سهر، قال بدك تشوفينا. لا تأخذوني، بس الموضوع كتير مهم. شوفي سهر، إذا منشان نساعدك مو طالع بإيدنا شيء أبدا. لا مو أنا، أنتوا اللي رح تحرروا حالكم بإيديكم. إن شاء الله تكون هون، إن شاء الله نلاقيها. حجي، يا حجي، حجي عبد الله، السلام عليكم. عليكم حجي السلام. عبد الله، أختي ديالا أجيت لهون؟ هي هون؟ لا ما أجيت، بس في شغلي كمان مهم كتير. شو هي؟ الولد اللي إجا من الجبل خطفوا لعياش. شو هلاك يا عدنان؟ خليك هادي خليك هادي ولا ترفع صوتك منه. روحي عم تطلع من شغل على ساعتي. دكتور ما بدي بوت، لسه عندي شغل كتير. اترك الخطط يا عدنان وتوب هلأ، توب بقى، الله بيقبل التوبة، وإذا مو اليوم راح تموت بشي يوم. ما قالك مفر من الموت يا عدنان، بس ادعي ادعي إنه هاي اللحظة ما تكون اليوم، ادعي إنه ما تكون اليوم. هذا هو البيت اختي ديالا. شكرا لك روعة، هلا انت روحي انا بدي حالتي. فاروق بيك، فاروق بيك، فاروق بيك. ديالا خانم؟ فاروق بيك، أنا إجيت لأخذه لإبراهيم. طارق كمان هون بالمخزن. بس طارق انمسك، شلون عندك؟ صار شوية أمور، لما رح يسمع إنك هون رح ينبسط كتير. أوعك أوعك تعطي خبر. بس يا ديالا خانم، أنت اللي عم تعمليه غلط كبير، أنا مضطر خبر جوزي. أوعك، أنا قررت إني أهرب من كل اللي بدهم يقتلوا ابني، وجوزي كمان واحد منهم. فوت لجوا هلأ لو سمحت. ديالا خانم اهدي رجاء، اهدي، فوت لجوا لو سمحت. اذا بتريد فوت لجوا. ديالا خانم اسمعي، اللي عم تعمليه غلط، فوت لجوا. ماما ابني تعال عندي. تعال تعال. تمام، شو عم بيصير معك؟ ما في شيء، كونوا هادين، انا ما رح ضر اي حدا فيكم، بس بدي اخذ ابني وروح من هون فورا. ديالا خانم اللي عم تعمليه غلط، طارق بيك بده مصلحتك. لا بقى حدا يفكر بمصلحتي، فوتوا لجوا يلا إذا بتريدوا. لا تأخذني فاروق بيك، بس أنا مضطرة أني أهرب هلأ، ما فيني روح من غير ما أخذ ابني معي. ليش بدنا نهرب ماما؟ وليش رفع السلاح على عمه؟ هو مو من الرجال المناح، هو بيكون رفيقه لبابا. هاي كلها لعبة إبراهيم، كلها لعبة، رح نتخبى من أبوك وما رح يقدر أنه يلاقينا لفترة، تماماً مثل ما كنا عم نلعب وأنت وصغير. طيب ماشي، بس أنا رح أقلك وين لازم نتخبى أنا وياكي.
هذا الشيء غلط يا ديالا خانم، ما فيك تهربي لأي مكان حتى ما بتقدري تطلعي من المنطقة. مساعد فاروق فوت لجوا، رجاء لو سمحت سكروا الباب وراكم. ماشي. ديالا خانم افتحي الباب، اللي عم تعمليه غلط. ديالا خانم افتحي الباب، ديالا خانم اللي عم تعمليه غلط. طارق ما كان لازم تعمل هيك، ما كان لازم. ما بعرف كيف رح اقدر روح واتركك هون، صرت واحد تاني، صرت غريب عني، بس قلبي لهلأ بحبك. بخاطرك حبيبي. بجرم يا تشاغم رندام جرام جن صال البندا تم ولا جن صال البندا تم رندام جرام جن صال البندا تم ولا جن صال البندا تم. كان الثمن رخيص يا عدنان، هاي الشغلة الصغيرة اللي بإيدي كان فيها تنهي حياتك كلها، وكانت قادرة على أنها تتركك لحالك مع ذنوبك كرمال إنه التوب انفتح لك باب جديد. ليك ليك، بس هاي المرة استخدمها منيح يا عدنان، لا تنساها أبدا. كيف فيك تكون متأكد لهي الدرجة طارق إنه راح ساعد مرتك؟ كرمال إنه تساعدني ما لازم أكون متأكد، أصلا أنا هيك هذا شغلي. عدنان أنا دكتور، فهمني بقى، ولو مين ما كان يلي قدامي أكيد رح أساعده. كيف بيطلع معك هذا الشيء؟ ما بعرف، بس أنا طارق بحياتك كلها ما نجحت بهذا الشيء. ساعدني طارق، تعال ساعدني طارق، أنا بالبيت. طارق عم تسمعني؟ أصحك تتحرك من مكانك، أصحك. طارق ساعدني، أنا رح أشوفه وأرجع لعندك. عمل هيك فيكم؟ ديالا خانم اخذت ابراهيم وهربت، ها رح تروح من هون. ديالا اجت لهون يعني؟ ايه. ما قلت لها انه انا كمان هون؟ قلت لها بس متضايقه من حضرتك. ديالا ليش عم تعملي هيك فينا؟ قالت لحضرتك هي لوين بدها تروح؟ لا، قالت رح تطلع من المنطقه كلها. عندها احتمالين، يا اما رايحه على مركز المقاومه او صارصو. لازم نوقفها يا فاروق بيك، وإلا التمن رح يكون حياتها. خلينا نقول للمقاومين كمان نفترقهم، نلاقيها ما رح تكون سهلة إنه تطلع من المنطقة. يلا ماشي. يلا رجلي يوجعوني كثير، وين المكان اللي رح نتخبى فيه ماما؟ حبيبي لا تاكل هم، رح نلاقي مكان نتخبى فيه. يلا الأمور تمام؟ ما في أي مشاكل مو هيك؟ أكتر الناس اللي منوثق فيهم مشي حالهم، ما في عدد كبير. إذا قدرت تخليهم حوالين أوندير بيكونوا منيح كتير. شكراً لكم، شكراً. بمجرد ما سيطر على التنظيم رح أعملكم إيدي اليمين وشمال. فهمني تنظيم شو سيطر شو يا زعيم؟ أنا رح أقعد مكان أوندير. ولأنكم تعبتوا حالكم رجالكم رح ياخدوا أوامرهم مني. لا تواخذوني، إذا صار بالموضوع إطلاق رصاص
سامحوني ها. زعيم ما رح تكفي حالك زعيم. غلط اللي عم تعمله. مشير حاله لك، مشير حاله، هذا هو. ولك وينه هذا الملف؟ وين راح الملف؟ وين راح؟ عم تدور على هاد زعيم؟ أنا لقيت سرك الصغير. يا ربي دخيلك ساعدني، دخيلك ساعدني. انتوا الاثنين لفوق وانتوا انزلوا من تحت وانت من هون. أبرك سيدي. عجلوا عجلوا. سامحني طارق، يمكن ما بقى نشوف بعضنا بعد هلأ، ويمكن ما نلتقي أبداً غير عند ربنا. تعا حبيبي يلا. انت هون لكان، هاي نهايتك عدنان. الارهابي ما قدر يخلص عليك، بس بالنسبة لي رح يكون سهل. وقف وقف، خذونا لنا كمان. وقف يلا ابراهيم يلا. يلا يلا يالا. يالا انت وين تركتيني ورايحة؟ رندام جبرام شان صال البند تم ولا شان صال البند تم. يالا يالا كرمال الله لا تعملي هيك. بترجاكي ديالا احكي معي، اطلعي بوشي. ماما ليش ما عم تحكي معه؟ خلي بابا كمان يجي معنا. تعب ابراهيم رح نروح. ديالا ديالا رجاء وقفي يا ديالا. اسمعيني. ما كان لازم تعمل فيني هيك طارق، انت كسرت لي قلبي. انت بتعرفي انه عملت هيك كرمالك انت. ما فيني خاطر بخسارتك يا ديالا، انا فكرت فيكي انت وبس. بعرف انه كرمال مصلحتي انت عملت هيك، بعرف، بس انت ما عم تفهم علي بنوب. انا ما فيني اتخلى عن الجنين طارق، هو كمان له قلب، انسان مثله مثلنا، وكرمال حياتي ما فيني ضحي فيه. يلا يا اختي عشيلك شوي يلا. لا اختي بفير هذا فيه، لنا ساعة منتظرينك، عيب عليكي. ديالا حياة الجنين كمان مو اكيدة، هذا مجرد احتمال. الاجل واحد طارق وما بيتغير. اذا رح موت كرمال الجنين تبعي رح موت، بس كمان عنده احتمال انه يعيش مو هيك؟ يلا ابراهيم انا بدي بابا. يالا. يلا حبيبي خلي هو كمان يجي معنا. يلا بسرعة. يالا. بابا انا بدي بابا. يالا. بابا يلا يلا. دخيلك لا تروح، أنا ما فيني على بعادك يا ديالا،
أنا ما فيني على بعدك يا ديالا. سو أسرع من هيك لو سمحت. أختي مين هذا الرجال؟ شو بده مني؟ رجاء لا تسأل أبدا. أنت بس سوق بسرعة ولا توقف. ليش أبي ما أجا معنا؟ ليش زعلانة منه؟ ما عاد تحبي بقى؟ معقولة ما بحبه إبراهيم؟ أنا بحبه كتير بس هيك لازم يصير. حبيبي لا تبكي كرمال الله لا تبكي. وقف 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 وقف. خلاص إبراهيم حاجة حبيبي بكفي لا بقى تبكي كرمال الله لا تبكي حبيبي. رح نرجع رح نرجع ورح تقدر تشوفه لأبوك مرة تانية. إبراهيم 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 حبيبي إبراهيم حبيبي مشان الله تنفس حبيبي إبراهيم. لا تعمل فيني هيك لا تعمل فيني هيك. طلع بعيوني. افتح افتح تمك حبيبي. إبراهيم مسكين هالولد. لو بيضاين إبراهيم معنا للحدود دخيلك يا رب يساعدني. وقف وقف وقف. هاي مقام؟ لقدام في باص ولازم الحق فممكن تساعدني؟ طبعا يا بيه. شو هالشغلة؟ انت ركاب بنلحقه بإذن الله. شكرا شكرا. يلا بسرعة بسرعة. ماشي ماشي. حضرتك عم تقلي انه ما نطور بالموضوع. لهون وبس عدنان. الشباب بدهم يصفوك ومن بعد هلأ مانك موجود رح تموت. رح كون منتظرك بجهنم. ما تاكل هم وما رح انتظرك كتير. انت كمان رح يخلصوا منك لأنه نظام هيك بيمشي. لا تنسى انه هاي الرصاصة رح تتقوص عليك كمان. ما بنسى. ما تاكل همي. شو شايفني انا واحد غبي مثلك؟ انت لسه لازمنا عدنان. لو ما اجيت كان رح يخلص علي. اذا ما سكتت انت كمان موضوعك بينتهي. امشي يلا امشي. تعال قدروا يهربوا. هربوا من الجهة الخلفية للمخزن. انت شو عم تقولوا لك؟ ما قدرت تقتل واحد من صاب؟ الله لا يعطيك العافية. ماشي انا قربت من هنيك. عدنان؟ وقف! عدنان! عدنان! اتصل بطارق. خليه يساعدني. واحد مني رح نفذهم كلهم. خليهم يساعدوني. اتصل بالمقاومين. يلا اتصل. يلا بسرعة. يلا رح تموت على ايدي انا يا عدنان. لك يا اخي
ليش هن اللي يخطفون العياش؟ شو بدهم يعملوا فيه ما عم بفهم؟ شو بدهم يعملوا يعني؟ عياش اخوه للزعيم، يمكن الرجال بده يحمي اخوه، نحن شو بيعرفنا؟ ممكن والله. هلا حجي عبد الله، ما شفتهم ابدا يعني؟ من اي جهه راحوا؟ شو بدي اعمل يا ربي؟ هذا بيكون عمل هيك كرمال انه يخلص اخوه. دخيلك يا الله، انا شو بدي اعمل هلا؟ ما رح نرتاح ابدا. العمى شو عم يصير؟ والله بيكون هلا وصفوا العياش. عياش؟ لك لا تخرف ولك، لا تخرف، انت مجنون ولك، ليش لا يقتلوا العياش؟ زعيم مجاهل لدرجة انه يقتل اخوه. خلص يلا 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 احنا رايحين يلا. عزر المجنون حاج تحكي ولك عم توترني ها؟ العوض بسلامتك زعيم. اوندير قتلوا لابوك. وانت هلا بدك تنتقم من اوندير، مو هيك بدك؟ خرسي مولك، خرسي ما رح تبطي هذا الفضول. ولعتي وليه؟ خلاص. كيف عرفتي؟ خلاص، اذا بدك خطتك تتنفس اتركني بحالي، اتركني. شوف يا سافلي، رح اقتلك هون وليك. اذا قتلتني الانتقام تبعك رح تشوفه باحلامك، ومن دون ما اضمن حالي ما بعمل اي شيء وانت بتعرف. بس كمان انا ما رح اقول لأوندير. ممكن نتفق هلا؟ طيب شو بدك؟ اذا صار انقلاب، يعني اذا قدرت تخلص من أوندير، انا ما بدي منك شيء غير حريتي زعيم، وبروح لأوروبا وبختفي من هون تماماً وعيش عيشة الملوك. وبدي كرمه. شو؟ قلتي كرمه؟ ولك كرمه من وين طلع هلأ؟ لا تسأل كتير زعيم، رح تقدر تعمل يلي قلتلك عليه ولا ما رح تقدر؟ خليني أقتله لأوندير والباقي مو مهم أبداً، وكرمه رح يكون لك وبإيدي. هدول بسلمك يا بس رح يتطلع بوشك؟ هو معقول يقبلك بهالحالة؟ ما بعرف. لو أنا قدرت أتطلع بوشه أكيد هو كمان رح يفهمني. أنت رح تحكي كل شيء، سمعت يلي قلته، يلي عملتوه فيني، والمهمة يلي كلفتوني فيها بالمعسكر، هذاك الوقت رح يقبل فيني، أنا بعرفه. بالنسبة إلي الأمور محلولة. ماشي، اتفقنا، نقتل لأوندير، وعد. المحكمة انعقدت كابتن زعيم. امشي. استعجلوا، أنا ما عاد عندي صبر لحتى نخلص من الخونة بنوب. اليوم تحديداً رح أنظف اسم الحزب كله وكل الأنجاس رح نخلص منهم. انت شو عم تعمل هون؟ ساعدوني، هذا الرجال شو عم يعمل هون؟ ساعدوني. شو ما عم تسمعوني؟ مشان الله ساعدوني. لا تتعبي حالك على الفاضي، ما رح يسمعوكي. انت شو اللي بدك اياه مني؟ بدي اياه له مرهوم. لا، ما رح اعطيك اياه ابدا، ما رح اعطيك اياه. مدام هيك اعطيني اللي ببطنك. لا،
كرماله أنا خاطرت بكل حياتي. ما رح أعطيك ابني أبداً. أنت مضطرة تعطيني واحد منهم، خدي قرارك، إبراهيم ولا اللي ببطنك. أنت شو عم تقول؟ أنت مضطرة تختاري بيناتهم يا ممرضة، إبراهيم ولا الولد اللي ببطنك اللي عم توجهي الموت كرماله. لا، ما رح تاخذوا مني ولا واحد منهم، ما رح أعطيكم أولادي أبداً، ما رح أسمح لكم تاخذوهم، مستحيل. هلأ أعلقنا في دورية على الطريق. شوفي، رجعوا مشان الله، رجعوا. شوفي يا أختي، رح يقتلونا، مشان الله نزلونا هون وانتو كملوا طريقكم، بترجاكم وقفوا هون. شوفي ماما، تعال هون، تعال. يلا إبراهيم تعال معي، يلا استعجل، يلا حبيبي بسرعة بسرعة. هاي ديالا، خدوا عليها، يلا عزلوا. وقفي ولا بوصي. إبراهيم، 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 ابني إبراهيم. هذا الدكتور العم على هالشغلة هي، اتركوا المرة، خلونا نقبض على الدكتور. امشوا، جانا أصحكم توقفوا، اركضوا. تعال يلا 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 عشاش، يلا أنا منتصركم، تعال. جيبوا السيارة فوراً بسرعة. طيب شو راح يصير بالمرأة والولد؟ اتركني المرأة والولد هلأ، لازم نلحق هذا الرجال فوراً.